شو عندهم ذولا؟ ها؟ خواجات داخلين وطالعين و... ها الله يكفينا شركم، سألكم شر. هذا يا جمعان 200,000 دولار، يعني تقريبا 700,000 ريال سعودي. تفضل. ولا تنسى عمولتي عاد. ها؟ لا اكيد. If there is any statue, I'm gonna buy it. I will let you know. I will let you know. ايش قاعد يقول؟ ابد، هو يشكركم على حسن تعاونكم الحقيقه. طيب هذيلا ساكنين في السعوديه؟ وين ساكنين في السعوديه؟ وهذول من برا. حنهم جايين برا من ديارهم عشان التمثال؟ طبعا. طيب كيف جو بهالسرعه هذه؟ التاشيره طلعوها وشلون وقتها القصير هذا؟ والله انك على نياتك. احنا هذول مستثمرين اجانب، يعني التاشيره يجيبونها على طول.